Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo ministrowie, wszyscy przybyli goście. Chcę wyrazić ogromną radość, że mogę odbyć tę أنا وهي تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بيننا، ولكن في آخر الأوقات هذه الزيارات الثنائية بيننا كانت قليلة، وزيارتي هذه هي منذ عام 1992 عندما كان هنا الرئيس ليخ واونسا، فإذا مر 30 سنة على هذه الزيارة، وزيارة الرئيس حسني مبارك التي تذكرتها أنا أيضا في عام 2008 في شهر آذار مارس عندما استقبله الرئيس ليخ كاتشينسكي وكنت أنا وزيرا في ديوان الرئيس كاتشينسكي. أنا سعيد جدا بأن هذه الزيارة تبدأ في عصر جديد بين العلاقات الثنائية المتبادلة. دعوت سيادة الرئيس وفخامة إلى وارسو، أتمنى أن يتم ذلك بسهولة. أستطيع أن أقول أن بعلاقاتنا الآن يحصل الكثير من الشيء من أجل تعميق هذه العلاقات، وخاصة ما ذكره السيد الرئيس في مجال العلاقات كالعلاقات الجوية بين 5 مرات من الطيران في الأسبوع، ستكون هذا مساعد للعلاقات الاقتصادية والسياحية أيضا. إن هذه العلاقات مئات الآلاف من السياح البولنديين يأتون إلى مصر من أجل الاستراحة. أنا أشكركم بأن السياح المصريين يلقون ضيافة لائقة، وأتمنى أن يزداد هذا العدد، وأود أن يزوروا ليس فقط البحر الأحمر وشواطئه، ولكن أيضا كل الآثار العريقة التي تعبر عن حضارة مصر العميقة، والتي شارك في الكشف عنها منذ عشرات السنوات الآثاريون المصريون. وأنا سعيد جدا بأن السلطات المصرية تدعم البعثة الآثارية البولندية، وأنا طلبت من السيد الرئيس بالمساعدة من أجل أن نفتح في الأقصر محطة آثارية جديدة أخرى لكي يتمكن الآثاريون من بولندا بما يعطي الفائدة للعلم وللحضارة المصرية، وأيضا من أجل أن يتعاونوا مع زملائهم المصريين في الكشف عن آثار هذا البلد العظيم وعن مخزون هذه الأرض من هذه الحضارة، من أجل أيضا أن يتم الاستفادة منها بدرجة أكبر وكشفها بشكل أكبر. وتحدث أيضا مع فخامة الرئيس على الأمور الحالية الجارية وعن التعاون الاقتصادي. إن مصر يعتبرها البولنديون من أقرب الدول العربية، حيث أن التعاون مثمر ودائم، وأن مصر دولة محبوبة في بولندا. وعندما تحدثت مع السيد الرئيس ومع السادة الوزراء، فلا يوجد في بولندا أي صورة نمطية عن المصريين، مما يجعل من هناك قاعدة أساسية للتعاون الاقتصادي في مجال التعاون ومجال التعاون الرقمي مثلا، وفي مجال أيضا تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، في مجال التعاون المشترك العسكري.
العسكري أيضا والزراعي، لأن الزراعة أيضا هي متطورة في بولندا، ونحن غذائيا مستقلين ونقوم بتصدير الأغذية إلى عدة دول العالم في كل أنحاء العالم. وتحدثنا يوم فخامة الرئيس عن القدرات الكبيرة التي يمكن فيها أن يتم توريد هذه إلى مصر، وتحدثوا أيضا عن أن هناك إمكانية واسعة للتعاون مع في مجال العلوم المائية، وأن عملية استفادة الاقتصاد المائي هو قضية مهمة لكلا الدولتين، ونحن هنا مستعدون لمشاطرة الجانب المصري. كل هذه التجارب نحن نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا للسلطات البولندية. نحن سندعم السلطات البولندية والسلطات المصرية ومصر في أن لا تؤثر هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة المصريين، وهي قضية ليست فقط تتعلق بمصر وحده وإنما بجزء كبير من شمال أفريقيا. وهنا لا شك لدينا أبدا بأن هذا الدعم من الجهة البولندية هو موجود. كما أشكركم يا فخامة الرئيس على تفهمكم لوضعنا في بولندا، بحيث أن لدينا أكثر من 2 مليون لاجئ من أوكرانيا الذين يسكنون عندنا ولجأوا إلينا من أوكرانيا المجاورة، التي أكثر من 3.5 مليون عبروا حدودنا من هذه الناحية، ونحن بأهمية كثيرة من خلال هذا العدوان الروسي على أوكرانيا. ونتمنى أيضا أن هذه الأزمة تنتهي بسلام، ونحن كجيران لأوكرانيا فنحن نعرف أن روسيا غزت على أوكرانيا بدون بأي تبرير، وهي بذلك انتقصت من الحقوق الدولية، ويجب بشكل رئيسي وبتصميم أن يتم إنهاء هذه الأزمة بشكل سلمي. كما نحن نقول أن المقاطعة التي تعرض لها مصر بسبب غزوها لأوكرانيا هي التي عن طريق المفاوضات ربما يتم إلغاءها. يجب أن تجلس أوكرانيا على هذه طاولة المفاوضات، ويجب هي أن تقبل هذه الحلول التي تدخل. فنحن لا نتصور أن وفي جزءنا الذي نسكن فيه من أوروبا بأن هذه الحلول السلمية ستكون دون موافقة ودون مشاركة أوكرانيا في المفاوضات، وهذا بالنسبة لنا غير مقبول. وهذا يذكرنا بالأزمان التي أوصلت العالم إلى الحرب الباردة، عندما كانت بولندا وخاصة في مدينة يالطا، عندما تم الحديث عن مستقبل أوروبا دون دور الأطراف المعنية، ونحن نقف بشكل رئيسي إلى جانب أوكرانيا، ويجب أن تكون هي جزءا لتجاوز هذه الحلول، ويجب أن تشارك هي في إيجاد هذا الحل النهائي الذي سيتم. نحن فقط عبر هذا الطريق نرى أن السلام ممكن في هذا الجزء من أوروبا. أود أن شكرت أيضا فخامة الرئيس على التعاون السياسي الذي هو بين بلدينا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، ونحن أيضا نقول أن هناك مهم جدا هذا التعاون المشترك، ومهم وجوهري من الطرف البولندي أن حالة الطاقة التي نتجت عن الأزمة التي حصلت، ويجب أن
القيام بكل الخطوات التي تساعد على مساعدة على الحفاظ على المناخ وتلك التي تتعلق بالحرب في أوكرانيا وما يحصل على سوق الوقود العالمي وأن مؤتمر القمة كوب 27 الذي سيحصل في مصر وسوف أحاول أن أكون شخصيا حاضرا وأود أن أؤكد لكم بأن بولندا ستكون ممثلة بأعلى مستويات. تحدثنا أيضا مع فخامة الرئيس عن عملية إمكانية تغيير توريد سال الغاز المسال وأن بولندا تمتلك ميناء للغاز المسال ونحن نقوم بتوسيعه ويمكن أن يكون في مدينة أخرى أيضا ميناء مجهز ونقول أن مصر بالنسبة لنا هي شريك مستقبلي أكيد ونحن ندعم هذه المفاوضات التي تتم بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي من أجل تصدير الغاز المسال المصري إلى الاتحاد الأوروبي. هذه هي أيها السادة هي أهم القضايا التي تحدثت فيها مع فخامة الرئيس وأود أن أقول أن نحن ممتنين جدا لهذه الاستضافة من قبلكم مرة أخرى. أشكركم يا فخامة الرئيس وأقول بأنني في أقرب وقت سوف أتمنى أن أستقبله مع عقيلته في وارسو وسيكون بذلك علامة لتوثيق هذه العلاقات بين مصر وبولندا مما وأؤكد بأن هذا سيكون مثمر للطرفين. جينكو يا فاني بريزيدنت شزامي وسوابا.